اهلا بكم سيداتي وسادتي في هذه الحلقه الخاصة المنتخب الوطني النسوي اللي, اللي انتصر في اول لقاء في هذا الدور الثاني لإقصائية الالعاب الاولمبيه على ناميبيا بمراكش جوج الصيف في انتظار مباراه العوده يوم الثلاثاء المقبل مساء مولي الحسن بالرباط هذه المباراه مدت على الفيديو تاعها في التلفازه لان كنت في الملعب ديال مباراه الوداد وفضلت مش للوداد لان كاين مباراه اياب حاسمه يوم الثلاثاء لا كان الاختيار سهل أه وبغيت نشوف شنو هما التغييرات اللي وقعوا في المنتخب الوطني المغربي النسوي بعد ذهاب رينالد بيدروس ومجيء المدرب الاسباني بطل العالم وديجا في التشكيله الاولى لان اليوم صبحوا بعض المرتكزات وبعض الاساسيات في هذا المنتخب النسوي اللي مابقاوش يتناقشوا الحارسه لا تناقش حارس الجيش الملكي على اليمين ايت الحاج تنظن ما عندهاش اللي عوضها الان على اليسار زينب رمضاني وسط الدفاع وقع فيه تغيير بالنسبه للمباريات الاخيره ديال كاس العالم وهو عوده ياسمين المرابط الى جانب نسرين الشاد بدلا من بنزينا سكينة بنزينا هذه العوده كانت مرتقبه لان ياسمين المرابط كانت دائما اساسيه صحيح انها دارت اخطاء في المباراه الالمانيه ولكن رينال بيدروس نسيها كثيرا و... ولم يعد يرى بجال... لم يعد يراها ابدا يعني اصبحت بالزينة هي الاساسيه وبالتالي عودة ياسمين المرابط بعدما جاء المدرب الاسباني اللي تعرفها لان لعبات في المنتخب الاسباني لأقل اقل من 23 سنه ولعبات اقل من 19 سنه وتلعب في ليفان ديك اساسيه وبالتالي كان كان طبيعي وواضح بان ياسمين المرابط ستعود الى مكانها ووسط الميدان ما عليه حتى تغيير ايلودي النقاش و اللاعيبه عميده الفريق غيزان الشباك لي لي ولا لي رسمي هو رسمية اللاعبة أنيسة الحماري لاعبة اللي عندها جنسيتين المغربية والجزائرية واللي التحقت بالمنتخب الوطني المغربي شهر قبل كأس العالم واللي في الأول كانت احتياطية دخلات في الشوط الثاني لمباراة كوريا الجنوبية ولكن منذ دخولها في المباراة ديال كولومبيا وتشيليها الهدف بعد ضياع جزاء من طرف غيزة الشباك وتبعت الهدف منذ ذلك الحين أصبحت لا تناقش في المنتخب الوطني المغربي كاين ايمان سعود اللي ولات رسميه كاين الوزراوي اليمين اليوم اليوم آه غابت تاغناوت ما كانش في الاحتياط ولا اعرف سبب غيابها لكن تنظن يكون سبب لا آه علاقه له بكره القدم وبالتالي يعني التشكيله بقات الملامح ديالها هكذا اللي تغير اليوم هو ان المدرب الاسباني اعطى اللاعبات أه الحق يلعبوا اكثر ولينا تنقبطوا الكره اكثر وشفنا بعض اللقطات اللي تتبين بان السيدات المغربيات ماشي قبح تقنيا كلهم وبالتالي داك لا ريغور تاكتيك داك الصرامه التكتيكيه ديال رينارد بيدروس واللي خص أه ندوزوا ندوزو للدور الثاني لان الكره هذا ونشكر بيدروس من من ما أه على ذلك ولكن في المباريات اللي كان خصنا حتى حنا الكره وحتى حنا نجريو الكره ديال فرنسا والمانيا آه نهارينا لان ما كناش نقبطوا الكره بزاف وبالتالي اه داك الصرامه التكتيكيه اللي خصها يتبعها التحول السريع بالكره وامتلاك الكره بعض الاحيان فقدناها مع فرنسا وهزمنا 4-0 وفي المباراتين الاعداديتين هزمنا بحيث ثقيلة لأن بقينا دائما ذاك الصرامة التكتيكية مما جعل الجامعة تفكر في إنهاء فترة غينر بيدروس اللي دار عمل كتير وجبار وجيب لنا مدرب لتلعب الكرة اللي هو المدرب الإسباني دونك اليوم شفنا الملامح الملامح الواضحة ديال شاكلة جديدة وطريقة لعب جديدة اللي تنفعنا خصوصا ضد المنتخبات اللي خصنا نتأهلوا على حسابها لأن وقت تأهلوا على باقي تونس اللي ترجع إلى اللور وتكون عندها الصرامة التكتيكية وباقي لنا بعد ذلك زامبيا اللي فريق كبير وكبير جدا في كرة القدم النسوية الإفريقية وبالتالي ما يمكنناش نبقاو نلعبوا دائما بذاك الصرامة وخصنا نطوروا الفنيات ديالنا ونطوروا طريقة امتلاك الكرة عندنا وعندنا السيدات وعندنا الفتيات اللي قادرين يديروا هذا الشيء الحماريزات لنا واحد واحد كشكول تقني جديد وعودة ياسمين المرابط هي عودة ميمونة لأن ياسمين المرابط تتعرف تخرج كرة وتتعرف تلعب الكرة في من الدفاع يعني المنتخب الوطني النسوي اليوم طمأن طمأن في انتظار تاكيد النتيجه يوم الثلاثاء امام ناميبيا وخصوصا في انتظار المباريات الصعبه والحاسمه اللي تبع مباراه ناميبيا بدءا من المنتخب التونسي النسوي ومرورا قبل باريس بمنتخب زامبيا اللي ربحنا جوج مرات في المباريات الحبية تحت قيادة غيرال بيدروس حد سعيد للأبوات سنكون في الملعب يوم الثلاثاء المقبل ونعطيكم تحليل أكثر عمقا من تحليل اليوم لأن كما كان الحال تشوف المباراة في التلفازة من يمكن تحليل تحلل في شي مباراة شكرا لكم على تتبعكم لهذا الفيديو إلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله